السوق راه رجع، الثمنات اللي كاينين راه كاينين. اليامات هاد اليومين كان السوق مرتفع، ويني دابا السوق دابا مقاد، السوق الاثمنه رجعت لبلاصتها. هادشي الليمون كاين من 100 ريال الى 56 ريال، وكاين البنان كاين من 7 الى 6 دراهم. اللي كاين الخضره موجوده، والحديد ما يتحبش، والكميوات ما يتحبسوش، اي سلعه بغيتوها داخله السلعه موجوده. اسعار مخافضه اليوم. البطاطا اليوم دايره 50 حتى 60 ريال، الجلبانه كاينه 7 دراهم، 150 ريال، 8 دراهم، وكل حاجه راه السلعه مخافضه. السلعه اللي فيها حنا دابا هي هذه. شنو اللي وقع الجمعه والسبت؟ على حسب القضيه ديال الكورونا، قالوا الناس ما غاديش يحل الاثنين والثلاث، قالوا المارشي ما يحلش الاثنين والثلاث. وي ترتفع الثمن، ارتفع نهار واحد ولا ارتفع صافي فقط. نهار واحد، نهار اثنين، الحد. السبب ديال هاد الأسعار حتى ارتفعت هو من جهة من المواطن، لأن المواطن بسبب الخوف ديال هاد الفيروس ديال كورونا، الناس كيصحابوا واش السوق غادي يحبس، غادي تسد. هادشي الأقوال ديال المواطنين عاب بحدهم، ما سمعنا حتى شي تصريح بأن السوق غادي تسد ولا غادي. يعني الاسعار كانت طبيعيه من الاربعاء ولهنا، والاسعار الحقيقيه هي تزادت السبت فين تزاد، الخميس كان عادي، السبت هنا فين ارتفعت الاسعار. وماشي كل شيء، يعني خيزو واللافت ومطيشاق، هادو هما الخضار اللي تزادت فيهم السلعه من السبت لهنا. يعني انا كنبيع ونشري، داك الاكتضاد ديال السوق، الاكتضاد ديال الخضار، حيت كيجيو بزاف، يعني كيتجمعوا. اذا هذاك التاجر راه كيضطر للزياده، كيولي هو كيقول لك انا السلعه اللهم نزيد فيها، كيزيد. الناس خوفات وبدات دخلت قوه، دخلوا وكاله، ما بقاوش دخلوا الجمال وبيع التجار ديال الخضره، دخلوا الوكال اللي دخل كثير قدا، وبدا الاسعار كتغلى. خيزو كان الخميس كان 60 فرانك، حنا ولاد السوق نعرفوا السوق، كنباتوا فيه بالليل وبنهار، 50 فرانك 60 فرانك خيزو باش كان كيلو. الخميس صباح الشمس غادي تصبح بالليل 3 دراهم 50 ريال بالليل، كان تخوف الفلاحه. السوق اليوم اصبح شويه بنادم بحال شباع، خضره شباع، كل شيء الثلاجات كاع عمروق، هذا الشيء اللي كاين دابا. السلعه دابا رجعات شويه، دابا بحال الفلفله، الفلفله خضراء بعناها بهاد الايامات كامله كنبيعوا فيها ب4 دراهم ونص، دابا اليوم بعناها ب6 دراهم فلفله خضراء. الدنجال مولفين تنبيعوا ب2 دراهم ونص 3 دراهم، بعنا الدنجال ب4 دراهم اليوم. الخيار حتى هو كذلك، كنبيعوا الخيار ب70 80، بقى في الثمن ديال الخيار، ما تبدل ما والو. بنادم الخوف ديال الناس، بنادم هو اللي حيت ناض، من ناض الشعب كيتقدى، ناضوا كاملين في خطره واحده كيتقداو. يعني كون ناض بنادم بشويه بشويه ما عمر غيوقع هاد الثمن هذا. ما